بعض المناخفات الصراحة. طيب أنا بقولها ما بالو أقوام، من باب ما بالو أقوام. الصلاة عندك هي في شيء الآن مرتبين أنتم؟ عادي في شيء مرتبين؟ لا إحنا كلمة بسيطة بس عن الوقف بس. تكلم عن الوقف ما شاء الله. اللي هو إيش؟ ولا بعدها؟ لا أنا كمل. لا كمل. طيب اللي هو هذه في أخطاء شائعة اللي هي لما تكبر كذا تصلي كما قال أبو هريرة في الحديث الله أكبر لازم تنطق التكبير لأنه ركن والحركة دي سنة. ما في كذا ولا كذا ولا كذا أبدا. يا كذا الله أكبر يا كذا الله أكبر، هالحركتين هذه. طيب الشيء الثاني أنك تقول لما تركع الله أكبر تركع. طيب سألوا عائشة قالوا يا عائشة ما يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع؟ قالت إذا وضعت في ظهره قذارة ماء ما تميل هكذا، لا كذا ولا كذا، الخمس تفرجها وتحطها على ركبك وهكذا. طيب سمع الله لمن حمده تقول كذا ربنا، ترفع يدينك ربنا ولك الحمد، ما تقول كذا ولا كذا ولا كذا. طيب يعني ما تقول سمع الله ربنا ولك الحمد، ما ورد هذا. كله يعني لا أي شيء تسويه لازم يكون لك دليل. العبادات توقيفية، وش معنى توقيفية؟ يعني دليلية. وش معنى دليلية؟ يعني ما تسويها إلا بدليل، بدون دليل لا، لازم عندك دليل تسويه. قال رسول الله ما قال خير القرون قرني والذي يليه والذي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين. طيب قلنا سمع ربنا ولك الحمد يحط يدينك كذا، طبعا اختلف الاختلاف انك تفكها او ترفعها، ما في دليل على ذا ولا في دليل على ذا. قالوا انها قبل كانت كذا فترجعها كذا، وقالوا انها خلاص لما ترفع تخليها كذا. طيب ثم تسجد هكذا الله اكبر سبحان ربي الاعلى يدينك بفرجتين. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرون ابطه. طيب ابطه كذا يدينك تصير كذا او كذا. طيب ثم تقول الله أكبر في الجلوس. بعض الناس يجلس، اسمحوا لي طالع معكم، بعض الناس يجلس كذا صح؟ تدرونها ما تعتبر ركعة؟ ما تعتبر لها ركعة. ليه؟ نعم لأن عضو من الأعظام هو على الأرض، ما تعتبر ركعة دي. كذا هذا هو الجلوس الصحيح. طيب رجلي ما تقدر أثنيها، وش أسوي؟ أسوي كذا. شوف يا ولد شفت كيف كذا يجوز. إذا ما قدرت تسوي كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط هذا وينصب هذا. أي نعم كذا ما قدرت سوي كذا، يعني كذا أو كذا. طيب بعضهم وش يسوي بعض السجود؟ يسوي أكرمكم الله يسوي كذا فيقول كذا صح؟ ما يقع هذا لم يسجد. صلاة لازم الأعضاء كلها كذا. طيب التشهد الأول فقط هذا رفع اليدين لما تجي تكبر ولما تجي تركع ولما تقوم ما تقول كذا. طيب وش تسوي لما تقوم؟ متى تقول كذا؟ في التشهد الأول بس. أربع مواضع في التشهد الأول. يعني إذا قمت لما تقوم من التشهد الأول قل الله أكبر. طيب إذا قمت من الركوع سجدت ما في تشهد، قلت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم قمت الله أكبر، ما ترفع يدينك. يعني بلف الأول بس. بلف الأول غير كذا دريت. أي ها بخصوص الركوع والسجود، الركوع يكون سبحان ربي العظيم 3 أو إلى 10 لأن لا تقدر السنة 3. الشيخ عمر بن كافي يقول إنه إلى كسؤال النبي فيها عليه الصلاة والسلام، يعني سؤال أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنها تجاوز إلى 10 تقريبا. كذلك إذا قالها الشيخ فهو أعلم وأفضل، وما أنا إلا أتكلم من المعلومة حبر في ورق من أوراق. نعم نبيك تأكد لي من هالمعنى. أبشر من عيوني. وكذلك سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم كم عددها؟ سام تقول تحط اليدين زي كذا صح؟ نعم. طيب مسك اليدين كذا، هي شوف هي الأصل كذا، أنت عليك بالسنة. نعم إيه بعضها كذا لا ناكي. بعضها كدا. لا غلط. طيب وتوقع أنها تبطل الصلاة اللي هي يعني أجهلها أنا وأجهلها الكثير، اللي هي الواحد لا كان باقي له ركعة وقام للركعة قبل ما يخلص الإمام التسليم مثلا قال السلام عليكم ورحمة الله قام. تقلب صلاة نفل بالإجماع في القناع يا أخوان، إذا كان خصوصا إذا كان يرى الإمام التسليمتين. شوفوا هذه مهمة ترى، المواضع اتباع الإمام لها 4 مواضع كلها غلط إلا واحدة. طيب كيف تتابع الإمام؟ 4 أشكال. المسابقة وش هي؟ إن الإمام يقول الله أكبر أنت تقول معاه، هذه الموافقة. طيب هذا غلط، لازم يخلص
بعلمك شلون. الأولى غلط، الثانية أنك تسبقه قبل ما يقول الله أكبر لك راكع، هذا غلط. طيب الثالثة أنك تتأخر عنه يقول الله أكبر وأنت ما ركعت، ثم ينتقل إلى الركن الثاني سمع الله وأنت ما ركعت، هذه المتأخر، هذا غلط. وش الموافقة؟ المتابعة. قالوا العلماء إذا سمعت حرف الراء انتقل، إذا قال الله أكبر الراء سمعتها قل الله أكبر. حتى إذا كنت تراه اي اذا استوى، نعم، بس انك انت اذا سمعت حرف الراء عند الناس كلهم واضحه، اذا سمعت حرف الراء الله اكبر راء انتقل متابعه الامام. ما بعد ركع لا عاد انت ركز لكن مش معنى حرف الراء يعني اتبعه، يعني لما يسجد اسجد، مو بتسجد معه ولا تسجد قبله ولا تسجد بعد ما ينتقل للركن الثاني، يعني هي هذه شوف ذا هذا الامام هذا انت غلط. طيب الحين أنت قبل لا يسجد سبقته غلط، طيب الآن أنت معه غلط، طيب متى الله أكبر؟ ممتاز. وش هو؟ نعم سنة، نعم سنة، نعم سنة تورك، نعم. والأولى أنك تسويه سنة، ترى شباب ما هي سهلة، سنة النبي أطهر رجال ومش على الصفيحة البيضة ذي. أنت بعض الرجال تغريه وتحبه تجيه بمالك ونفسك، هو رجال في الدنيا رجال من حبك له وفائه، فما بالك بسيد البشر أرجل من خلق ربي وأطيب من خلق ربي. شيخ أحمد رجال يحبون الرجال ترى. طيب الإمام إذا سلم يلف يمين ولا يسار؟ يمين يمين يمين، نعم. طبعا يقول كذا السلام عليكم ورحمة الله، بعض الناس يسوي ينتقل يقوم صح باقي له ركعة يقوم قبل يقول التسليمة الثانية. طبعا المهم التسليمة الأولى لأنها هي الركن الواجبة، خصوصا إذا كان يرى الإمام التسليمة الثانية خروجا عن الخلاف أنك تجلس إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم تقوم. والإمام يفتر يمين. نعم ها نعم. طيب إذا بتواجه الله أعلم. أذكر مرة أنك أشرت لي أنا أشرت لكم وداي أغلب العيال لا سلم وهو إمام يلف يسار، أقول لك كذا أنا أذكر في مدرس كان يدرسنا يعني سلمت عند الحين يعني بالتحديد يا يمين يسار عادي كل جهة الله أعلم. اللي أنا أعرف أن كان هناك قول الله أعلم أغلبهم يلف يسار. أختم بالسؤال في هذا عشان سم إي معلش سم. طيب البعض يا شيخ يلتفت قبل يسلم هذا يبطل الصلاة، هذا خروج يعني لازم السلام عليكم ورحمة الله. إي مع التسليم السلام عليكم ورحمة الله سم خلعتني إياه. بعضهم يجي مستعجل يكبر الله أكبر الله مجرد أن ينزل يرفع الإمام. حلو متى يعني يكون يدرك هذا رافع؟ هل تحسب ركعة ولا؟ طبعا تحسب ركعة إذا قالوا أهل العلم إذا كان ارتفاع الإمام إلى نزوله أقرب من وقوفه، يعني إذا قال كذا الله سمع الله كذا وركع كويس، لكن إذا قال كذا لا، إذا كان يرى الإمام فهمت؟ إذا كان يرى نعم إذا فهذا لا. طيب الأفضل أنك لا ما تحسب الركعة، لكن إذا أدركتها بعض الناس يقول الله أكبر الله أكبر صح؟ هذا صح. بعض الناس يا اخوان يلحق الركوع دي مساله مهمه وشلون يكبر؟ يكبر للركوع. لا هذا غلط، تقدر تكبيره واحده اللي هي الاحرام وتكبيره الاحرام وتقدر تكبر الله اكبر الله اكبر، يعني تقدر كذا الله اكبر الاحرام وتركع بدون تكبيره الركوع. نعم يجزي، لكن الافضل انك تقول الله اكبر الله اكبر. انا في كل الركعات لكن الخطا وش هو؟ انك وش تقول الله اكبر حتى انت يعني تكبر تكبيرة الركوع وتنسى تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن مثل قراءة الفاتحة يعني الله أكبر للمنفرد طبعاً وللمأموم. الله أكبر ثم تركع. نعم عندي سؤال ثاني بعد. طيب مواضع رفع اليدين أربعة، الرجال كسر الركوع، الرفع من الركوع، الرفع من التشهد الأول، تكبيرة الإحرام. أسمع شباب الحين دقيقة فهد دقيقة عندي سؤال للشيخ يا وليد. اسأل يا شيخ فهد تفضل. انا بعد فهد انجز معنا وقت يا ربع صلوا عندي اسمع يا ربع بقول لكم شيء فهد بيتكلم